مشوار كبير قوي في الملف ده، ملف الاتحاد الافريقي لكره القدم. في تقرير احنا محضرينه لحضرتك نشوفه عن انجازاتك في يعني مع الملف ده دلوقتي. ربما يعرف الكثيرون من عشاق القلعة الحمراء ومتابعو الكرة الإفريقية عبد المنعم شطة، لاعب الأهلي المبدع وصمام أمان وسط الملعب في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، لكنهم لا يعرفون عبد المنعم شطة المهندس القدير والدينامو الذي طور أروقة الاتحاد الإفريقي بشكل احترافي متميز عقب اعتزال الساحرة المستديرة لاعبا. بعد الرحيل عن الأهلي كلاعب في عام 1983، عمل شطة بالتدريب لمدة 10 سنوات في النادي الأهلي مع مختلف الفرق بدءا من قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول، واكتسب خبرات كبيرة. وفي عام 1993 انتقل شطة للعمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وترقى في المناصب حتى شغل منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد المسؤول عن كرة القدم في القارة السمراء. ويعد شطة إحدى الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن تطوير كرة القدم في إفريقيا، حيث أدار دورات للمدربين وقاد نظام التراخيص داخل الاتحاد، وكان مسؤولا عن مجموعة الدراسة الفنية لكأس الأمم الإفريقية والمسابقات الأخرى، كما كان مسؤولا عن تطوير كرة الصالة وكرة السيدات والتحكيم في إفريقيا. وساعدت دراسة شطة للهندسة، حيث تخرج من جامعة القاهرة كمهندس إلكتروني عام 1979، ساعده ذلك في إطلاق نظام التراخيص للمدربين الأفارقة، وساعدته حياته المهنية كمهندس على استخدام مواد الوسائط المتعددة وتسهيل أقراص الدي في دي والمواد السمعية والبصرية لجميع الأقسام الفنية في جميع الاتحادات الأعضاء في الكاف.